بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا سيدنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وارضع ولا عدوان إلا على الأوبش اللئام. من لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء دي باترون، لا، الباترون باترناج سي ابارتيان اونيكمون ا ديو. اذا كان ثم سيد هو الله، وهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ليوضح ان لا حق لنا في الخلط بين الاشياء. لا سيد الا الله. قال لهم انما السيد الله. قالوا يا سيد العرب. قالوا لا، انما تحديدا السيد الله. ولهذا ما افرق له منها والسلام.